هيك والله هيك ليش قبلك بتذكر اسمها هذاك هذاك اسطوره سادة الزملاء يجري الان حصر الاصوات المصوته الورقه الاولى منصب الرئيس معاذ الخطيب الرئيس معاذ الخطيب نائب الرئيس خالد الناصر الرئيس معاذ الخطيب نائب الرئيس رياض سيف الرئيس معاذ الخطيب نائب الرئيس رياض سيف نائب الرئيس سهير لتاسي الأمين العام وليد البني الأمين العام حسان هاشمي هي من عنا نائب الرئيس رياض سيف تفضل ممكن I think good result. Good result? Yeah. Why is that? Do you know, because they are a very good representative of this project and they are activists of Syrian revolution. Most of them have a very good sacrifice in their people inside the country. So they're still in the memory of their people. Says Marwan, says Hisham. والأمين العام السيد مصطفى الصفار حصل على 28 صوت